مدينة سيئون تكتب سطرا جديدا في تاريخ اليمن. هنا في هذه المنشأة الحكومية المهيئة في هذه المدينة توضع آخر اللمسات في القاعة التي ستحتضن أول اجتماع لمجلس النواب بعد عودته المتأخرة إلى حضن الشرعية. تحتل هذه المدينة موقع القلب من وادي حضرموت أكبر أودية اليمن وميزابها الشرقي كما يصفه المؤرخون. لكنها اليوم تحتل موقع القلب من اليمن المتشظي بين اطراف تتصارع على مستقبل لا يمكن ان يكون امنا الا باجتماع اليمنيين على اهداف الدوله الموحده والديمقراطيه. وهناك في الرياض تخاض معركه سياسيه حول الرئاسه التي ستتولى قياده مجلس النواب لفتره لا يعلم حدودها الزمنيه حتى الان في ظل مؤشرات تفيد بان المؤتمر الشعبي العام صاحب اكبر كتله في هذا المجلس قد نجح اخيرا في فرض مرشحه لرئاسه المجلس الشيخ سلطان البركاني. احتدم الجدل الشديد طيله الفتره الماضيه حول هويه رئيس المجلس بين مقترح رئيس الجمهوريه الذي كان يصر على تنصيب محمد علي الشدادي والمقترح الذي اصرت كتله المؤتمر الشعبي العام على التمسك به لينتصر مقترح المؤتمر في ظل تغطيه سعوديه تحرص على ما يبدو على تقرير مصير السلطه الشرعيه لاهداف تتجاوز اجنده الرئيس الى ما هو ابعد من ذلك القائمه التي اقرتها نقاشات الرياض اسفرت عن التوافق على نواب البركاني الرئيس المقبل للمجلس وهم محمد علي الشدادي الذي ينتمي للمؤتمر الشعبي العام ومحسن صالح باصر الذي ينتمي للاصلاح وعبد العزيز جباري من حزب العداله والبناء حتى الان لم يحدد بالضبط الموعد الذي سيلتئم فيه مجلس النواب على الارض اليمنيه بعد ان توفر النصاب القانوني لكن المؤشرات تفيد بان الاجتماع سيعقد الاسبوع المقبل على الارجح بعد ان تجاوز هذا المجلس العقده التي استفاد منها الحوثيون طيله الفتره الماضيه ومنحتهم فرصه للادعاء بانهم يضعون يدهم على الدعامه الثانيه في المنظومه السلطويه للمرحله الانتقاليه التي تعيشها البلاد حاليا وفيما يتهيا النواب لعقد جلسه البرلمان تتجه انظار المراقبين الى مرحله ما بعد انعقاد المجلس وحسم رئاسته والى الدور الذي قد يكون حاسما بنظر المراقبين في تقرير مصير الحرب والعمليه السياسيه وربما اتفاقات مقلقه بشان العلاقات مع الجاره السعوديه بابعادها الجيوسياسيه في ضوء التحركات العسكريه السعوديه في محافظه المهره